السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في حصة جديدة وفيديو جديدة. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا دائما في الكتاب ديال ميز ابرونتيساج اون فرونسي ديال المستوى الثالث، غادي نشوفوا صفحة 41 دونك ديال ليكسبريسيون اورال. نبداو على بركة الله. دائما وكما العادة قبل ما تنديروا الديالوج، قبل ما تيكون عندنا الحوار، ضروري تنجاوبوا على كيلكو كيستيون، بعض الأسئلة ديال افون ليكوت، يعني قبل الاستماع. داكوغ؟ دونك دابا حنا مازال ما عرفناش الديالوج شنو فيه، الحوار شنو فيه، فقط غادي نشوفوا هاد الصوره ليماج. دونك كيل سون لي بيرسون كي فيغور سور ليماج؟ لي بيرسون هما الشخصيات، شكون هما هاد الاشخاص هادو اللي كاينين في الصوره؟ دونك سو سون لي قلتو دي زونفون، دي زيليف، دي زابرونون، كلهم صحاح. داكوغ؟ لان هنا السؤال فقط كيخص الناس، الاشخاص. دونك سو سون دي زابرونون. مثلا انا كتبت دي زابرونون، كما قلت لكم ممكن تقولوا دي زونفون، جواب صحيح. قلتوا دي زيليف، هو جواب صحيح. نمشيو نشوفوا دوزيام كيستيون، او سون تيل. او ديما هاد او تتعني هنا المكان، اين يتواجدون. دونك الاجوبه ديالكم كلها غتكون صحيحه. قلنا مثلا دون ليكول، دون زون سال، دون زون سال زعما في واحد القاعه، قاعه. دون لا بيبليوتيك زعما في المكتبه، دون لا كلاس، كلهم هادو اجوبه صحيحه ومقبوله. باغ اكزومبل انا قلت ايل سون دون زون كلاس ولا دون زون سال، مثلا هما كاينين في واحد القسم، اولا نقول هما كاينين في واحد القاعه. كما قلت لكم راه جميع الاجوبه مزيانه، دون ليكول، dans la bibliothèque de l'école, dans la classe, dans une salle. كلهم اجوبه صحيحه ومقبوله، فقط كتشجعوا وتجاوبوا ملي تكونوا في لا كلاس ان شاء الله، ملي تكونوا في القسم تشجعوا وجاوبوا جميع الاسئله، الاجوبه اللي تتكون مقبوله. داكوغ؟ نمشيو لتخوازيام كيسيون، كوفون تيل، ماذا يفعلون؟ دونك il range des objets. il range des objets يعني يرتبون بعض الاشياء او لا ينظمونها. داكوغ؟ هي هادي ايل رونج دون دي زوبجي. فوالا هذا هو، هادو هما لي كيسيون لي كنديرو قبل ما كنسمعو لوغال. دابا نمشيو نسمعو الديالوج، ردو معايا البال. دوك غادي نقولو كلو خطره وحده، ومن بعد غادي نشرحو لكم بالدارجه بالعربيه باش نفهموه، ومن بعد نشوفوا لي كيستيون الاخرين. نبداو على بركة الله. دونك سامي، لاسوسياسيون دي بارون دو نوتر ايكول اي تري جينيروز. سامي، لاسوسياسيون دي بارون دو نوتر ايكول اي تري جينيروز. وي، نو بارون ont apporté beaucoup de choses. Oui, nos parents ont apporté beaucoup de choses. Ce sont des barassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébés. Ce sont des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets pour bébé. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. Notre enseignant écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Notre enseignant écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. Qui va emporter ces cartons à la maison de bienfaisance? Qui va emporter ces cartons à la maison de bienfaisance?
Nos camarades de la coopérative scolaire. Nos camarades de la coopérative scolaire. Donc, voilà, quand كان هذا هو الديالوج كما قلت لكم غادي نعاودو معاكم دابا وغادي نشرحوه بالدارجة باش نفهموه. سامي، l'association des parents de notre école est très généreuse. يعني هاد الفتاة كتهضر مع سامي، باغ اكزومبل هذا هو سامي. l'association des parents يعني جمعية الآباء. l'association des parents هي جمعية الآباء. De notre école, جمعية الآباء ديال المدرسة ديالنا est très généreuse. généreuse زعما كريمة، معطاءة زعما كريمة، تنقولو généreuse كريم ومعطاء. ندوزو لاخر. Oui, nos parents ont apporté beaucoup de choses. Oui, نعم الآباء، nos parents هي الآباء ديالنا، الآباء والأمهات ديالنا. On apporté beaucoup de choses يعني جابوا بزاف د الأشياء. beaucoup هي كثير من الأشياء، دي شوز. On apporté beaucoup de choses. Ce sont des brassières, des biberons, du lait, des couches et des jouets de bébé. يعني هادو الأشياء اللي جابوهم، لي كوش، الأشياء ديال الأطفال الصغار، البيبرون ديالهم والحليب، الألعاب ديالهم، كل ما يخص لي بيبي. لي بيبي هما الأطفال الصغار، الأطفال الصغار بزاف. لي بيبي دوك هادو لي زوبجي، عقلوا عليهم، راه نحتاجوهم فواحد السؤال غيجي من بعد. هادو هما لي زوبجي اللي جابوا، الأشياء اللي جابوها الآباء. Maintenant, il faut trier ces objets et les ranger dans des cartons. قال لهم maintenant زعما الآن، maintenant الآن il faut trier، يجب ترتيبها أو لا تنظيمها. تنظيمها يعني كل حاجة في بلاصتها. trier ces objets يعني هذه الأشياء et ranger dans des cartons يعني نديروها في الكرتون، الكراتون يعني كرتون ديال الملابس بوحديهم، الكراتون ديال لي كوش بوحديهم، الكراتون ديال الرضاعات بوحديهم، وهكذا يعني نرتبوهم في الكراتون. ودوك الرياقات حتى هما مهم، كل ما يخص الأطفال الصغار. ندوزو الفتاة. نوتخ أونسينيون ولا أونسينيونت، على حسب شنو غادي ديرو نتوما في لاكلاس، غتكون أونسينيون ولا أونسينيونت. يعني الأستاذ ديالنا أو الأستاذة ديالنا écrira le nom de l'association des parents sur les cartons. زعما الأستاذ غادي يكتب الاسم ديال جمعية الآباء ديالنا على هاد الكراتن، على هاد العلب هادو. هنا هاد الطفل هذا تسأل، قال لهم كي va emporter ces cartons à la maison de bienfaisance. من سيأخذ هذه العلب، شكون اللي غياخذ هاد الكراتن لهاد البلاصة؟ لا ميزون دو بيانفيزونس يعني دار الإحسان، واحد المكان هما غادي يديو هذا، واحد البلاصة سميتها دار الإحسان. لا ميزون دو بيانفيزونس هي البلاصة اللي غادي يديو لها هاد الكراتن. شي جمعية ولا شي دار كتهتم بالأطفال الصغار، شي حاجة بحال هكا يعني. هو تسأل قالهم شكون اللي غادي يديها، حنا رتبنا هادشي، شكون اللي غادي يديه؟ دونك جاوباتو نو كاماراد دو لا كوبيراتيف سكولير. نو كاماراد يعني الزملاء ديالنا والأصدقاء ديالنا ديال تعاونية القسم. كوبيراتيف سكولير هي تعاونية القسم، كوبيراتيف سكولير. فوالا، كان هذا هو الديالوج. من بعد غادي نمرو لي كيسيون اللي تيجيو من بعد، ابخي ليكوت يعني من بعد ما كنسمعو. Qu'est-ce que l'association des parents a apporté؟ Voilà donc qu'est-ce que يعني اشنو جابت جمعية الآباء، شنو شرات جمعية الآباء، ماذا اشترت جمعية الآباء. فوالا كنا درناه. دونك الى ابورتي بوكو دو شوز، الى ابورتي بوكو دو شوز يعني بزاف ديال الاشياء. من بينها نقدروا نذكروا دي بيبرون، دي كوش، دي لي شنو اخر، دي جوي، داكشي كامل اللي ممكن ترجعوا للفيديو وتكتبوا هادوك
اللي دوك الاشياء اللي كاينين، هاد الاشياء هادو اللي كاينين هنا دي بيبغو كيما قلت لكم دي كوش، انا كتبت لكم واحد زوج هنايا دي لي دي جوي وهكذا. المهم تكونوا فاهمين السؤال، الا فهم دائما فهموا السؤال نصف الجواب، الا فهمتي السؤال راه غتعرف تجاوب. خمسة لا كيسيون 5، à qui les apprenants vont-ils donner ces objets؟ لمن غادي يعطيو هاد الاشياء؟ لمن لمن voilà. ils vont donner ces cartons à la maison de bienfaisance، يعني لهاد دار الاحسان، هاد دار هاد البلاصه فين غادي يصيفطوا هاد العلب او هاد الكراتن. 6 qui va emporter les cartons à la maison de bienfaisance، شكون اللي غادي ياخذهم، من سيأخذ هذه العلب الى لا ميزون دو بيانفيزونس؟ دونك لي زونفون دو لا كوبيراتيف سكولير، يعني الاطفال ديال التعاونيه القسم كوبيراتيف سكولير. فوالا سالينا. دونك كان هذا هو الاخر تاع لا فيديو، الاخر ديال الحصه. نتمنى انه كما العاده تكونوا كتستافدوا، ونكون خفيفه ظريفه معكم هكايا، وتكون كتستافدوا ولو غير شويه بعدا. والديالوج بقاو عاودوه باش الا بغيتو تحفظوه يقدر يعاونكم. تنظن انني قريته بشويه باش تعاودوه الا بغيتو تحفظوه او لا تعقلوا عليه. والمهم هو انكم دائما تفهموا شنو تتقراو، تفهموا شنو تديروا. دونك خليتكم في امان الله وحفظه. او غوفوار، ان شاء الله حصه اخرى.